لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية دكتور عبد الله الأسعد، الخبير في العلوم العسكرية والسياسية. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور. بالتزامن مع أول قصف إيراني صهيوني متبادل، كيف تقرأ هذه الضربات؟ وهل بإمكاننا القول الآن أن الحرب قد بدأت فعليا بين الطرفين؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. يعني في الواقع الآن الظروف الدولية موافية لمثل هذه الأعمال التي بدأت إسرائيل يعني منذ السابق وليس من الآن، ولكن الآن بعد تخلي ترامب عن الاتفاق النووي وزيارة يعني التي قام بها بنيامين نتنياهو لروسيا، بالتأكيد أخذ ضوء أخضر إضافة إلى ما كان عليه في السابق، فلذلك يعني كانت هذه الضربة أوسع من الضربات السابقة وبتقنية عالية. يعني هذه التقنية صدمت حتى الروس بأن إسرائيل لديها تقنية في التعامل مع الأهداف الكبيرة، حوالي 60 هدف وبطلعات متزامنة ودفعات جوية وصاروخية بنفس التوقيت وبالتزامن. هذا الصدد، وبحديثك عن الأهداف، هل برأيك هذه الأهداف المستهدفة قلصت من الوجود العسكري لإيران في سوريا وتواجد ميليشياتها على الأرض؟ يعني هو بالواقع إيران، نحن نتحدث عن مصانع وعن معامل وعن قواعد تقوم بها إيران وتقوم بإنشائها الآن. طبعا هذه الصواريخ، يعني كل بناء أصاب الصاروخ، هذه الصواريخ ذات تقنية عالية للعلم، لأن إسرائيل لديها صواريخ تقوم يعني بكمين أو بفخ تقوم بإرساله قبل أن تطلق الصواريخ المخصصة لتدمير الأهداف. فهذه الصواريخ هي عبارة عن صواريخ تضليلية ومن أجل التشويش على الرادارات الموجودة في مكان الهدف المراد قصفه. فالواقع الأبنية التي كانت تبنيها إيران وأنشأت بعض الخطوط لإنتاج صواريخ قصيرة المدى أو متوسط المدى، بالتأكيد أصابت لا يقل عن 60% من القدرة القتالية لهذه المصانع، وجعلت من إيران أن تتوقف وتعيد حساباتها بما يخص العمل على الأراضي السورية، وأيقنت بأنها مهما بلغت إيران من يعني تعامل وصداقة مع روسيا فهي لن ترقى إلى العلاقة الموجودة بين إسرائيل وبين روسيا. نعم، سنتحدث عن هذا الموضوع، عن العلاقة بين موسكو وتل أبيب، لكن قبل ذلك أسألك عن الرابط الموجود بين الضربات وتصريح وزير دفاع صهيوني أفيغدور ليبرمان بأن الضربة تأتي لتقليص النفوذ الإيراني وأن إيران قادرة على إطلاق الصواريخ مرة أخرى. ما أهمية هذه الضربات؟ نعم، بالتأكيد هذه الضربات يعني قلصت بالفعل من الوجود الإيراني بالمنطقة، خاصة المنطقة الجنوبية، لأن يعني من طلع على أماكن سقوط الصواريخ واستهداف الأهداف والأبنية والمنشآت ذات الأهمية العالية وجد أن إسرائيل انتقت الأهداف الإيرانية التي حاولت في الآونة الأخيرة أن تبنيها بجانب القواعد الروسية، فلذلك هي يعني كانت تحسب حساب لمثل هذا اليوم. ولكن دقة الصواريخ، صواريخ العدو الإسرائيلي، كانت يعني فائقة واستهدفت الأهداف بشكل دقيق جدا، وقضت على يعني المجموعات والأبنية والمنشآت التي تحاول أن تبنيها. وطبعا اليوم يعني سمعنا على لسان احد قاده حرس جمهوري بانهم لم يتعاملوا مع اي هدف ضمن الجولان السوري المحتل نتيجه يعني وجود ارتباك غير يعني مسبوق لدى الايرانيين والحرس الثوري الايراني وحتى الميليشيات الموجوده. نتحدث عن يعني اسرائيل، كيان صهيوني، لماذا يسمح لايران بالتواجد على الاراضي السوريه سواء من خلال نشر القواعد العسكريه او القتال في سوريا؟ يعني لماذا اليوم يكون الضرب واليوم يكون الاعتراض؟ بالتاكيد هي ايران وحزب الله والميليشيات التي جاءت من افغانستان والعراق ولبنان وباكستان، هذه الميليشيات هي دخلت باذن من القوى الغربيه يعني، وبالتحديد على ما يبدو انه من امريكا اخذت اذنها ودخلت الى الاراضي السوريه. فخروج هذه القوات من جحرها في لبنان
والتواجد على الارض السوريه هي اسهل، يعني اسهل للتدمير من قبل اسرائيل، لانه اسرائيل حزب الله، يعني طبعا على الرغم من التنسيقات التي تجري بينهم من خلال اللاعبين الذين كانوا لهم اجندات في هذا الحزب وغيره من الاحزاب ذات البندقيه الماجوره، يعني الان اصبح بعد انتهاء داعش ويعني انكفائه على الاراضي السوريه تغيرت وجهة التحالف الدولي باتجاهات اخرى، فلذلك كان لابد يعني من استغلال اسرائيل فرصه انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ويعني زياره ترامب عفوا نتنياهو لبوتين لتنصيبه رئيس في روسيا، واخذت يعني اذنا واسعا وجدناه. دكتور فقط إذا سألنا عن مصير الأسد، ما هو مصيره في ظل هذه الظروف، وأيضا إذا نتابع تصريحات نتنياهو حول أن الضربات لم تكن تستهدف نظام الأسد بل كانت تستهدف الأهداف الإيرانية؟ يعني عندما يلعب الكبار بعضهم البعض طبعا، يعني دولة مع دولة، طبعا نظام الأسد أصبح عبارة عن ورقة متساقطة، يعني احيانا تستخدم من اجل يعني مساومات موجوده على طاوله المفاوضات الدوليه، وهو بالتاكيد يعني كما نرى ان يعني قيادته الهزيله للبلد هي التي اوجدت هذا الصراع الايراني الاسرائيلي على اراضي سوريا، يعني الان لا مصير معروف لهذا النظام في الواقع، في ظل وجود يعني حوالي تقريبا 90% من القوات التي تقاتل على الارض السوريه بريا هي من ايران وميليشياتها، والبقايا يعني 10% فقط موجودين من بقايا الجيش السوري هم الفرقه الرابعه والحرس الجمهوري والوحدات الخاصه التي كانت اساسا هي من حاضنه بشار الاسد جاء بها، اما البقيه المتبقيه هم من ايران، وهذا سيعود وبالا على بشار الاسد، لأن الحديث يعني عن إيران دكتور، يأتي الحديث هنا عن إيران الحليف لموسكو، وكذلك الحليف أو الحديث عن روسيا الحليفة لطهران والحليفة لتل أبيب أيضا، أين هو الموقف الروسي ومن هو الحليف الأقوى لها؟ الحليف الأقوى طبعا يعني الحليف الأقوى تل أبيب، يعني علاقة أوثق بعشرات المرات من يعني من حليف إيران مثلا ذات المصالح الاقتصادية مع روسيا، فروسيا أكثر يعني وأوثق علاقة مع تل أبيب من طهران ومن نظام الأسد ومن كل ما يجري على الأرض السورية، يعني الآن عندما مثلا نسمع بأن نظام الأسد أرسل رئيس أركانه إلى قاعة حميميم كي يهنئ العسكريين الروس بعيد النصر يوم امس، ونجد ان نتنياهو موجود عند بوتين يحضر معه مراسم ترسيم الكرايس، اذا يعني من هنا نستطيع ان نستخلص بان العلاقه بين تل ابيب وبين روسيا يعني طغت بشكل كامل جدا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله الأسعد، الخبير في العلوم العسكريه والسياسيه، كنت معنا عبر الهاتف في مدينه اسطنبول التركيه.